يا هلا والله، السلام عليكم، صلوا على النبي. طيب وصلنا الآن موقع الإيفنت، ما شاء الله تبارك الله. عشان تعرفوا يعني مش أي براند، براند احترافي لترميم والعناية بالسيارة. هشرح لكم كل شيء الآن. السيارات تتعرض للتلف الداخلي سواء كان بالفرش مهمل او جلد. من التلف اللي موجود حاليا، التلف متعرض بسبب حرق في السجائر. في هذه الحاله العميل او الشخص مستخدم السياره في عنده حلين، يا اما يعمل تنشيط بشكل كامل للمرتبه او يعمل يتركها مثل ما هي. فحاليا بالنسبه للريبيرتو كير، اصلاح هاي الاعطال سواء كانت حرق او تمزق في الاجزاء، اصلاحها بمواعيد متخصصه سواء كانت ما بتختلف ابدا، سواء كانت بالديكورات الداخليه ايضا، سواء كانت بالطبلون او بالديكورات الداخليه اللي في الابواب يعني بتكون بالبلاستيك، بتتعرض كمان لاضرار ممكن اصلاحها بطريقه فنية مختصة من طريق يعني من خلال السيستم البلاستيك، اصلاح البلاستيك واعطائها نفس النتيجة قريبة جدا للاساس. سواء كان الاصلاح داخلي او خارجي، بلاستيك صدمات خارجية او داخل، يعني بلاستيك داخل السيارة او خارج السيارة بالصدمات، في حال تعرض الصدام للتشقق او الانشقاق الصدام ممكن انه استرجاع الشكل الطبيعي. المسكات الهاندل داخلية السيارة سواء كانت جلد أو مخمل ممكن تتعرض لتغيير اللون، وممكن استعادة اللون الأصلي وتطابقها مع باقي الألوان الموجودة داخل السيارة من دون اختلاف لا الملمس ولا النعومة. تقنية لإصلاح الزجاج في حال تعرض الزجاج الأمامي للكسر، وكثير بتصير بالسيارات أثناء القيادة، إنه من الحجارة المتطايرة ممكن ينكسر الزجاج الأمامي، يتم إصلاحه بطريقة فنية بسيستم خاص لاصلاح الزجاج الامامي، وبنسبه 95% بيرجع وبيلحم وما بيمتد الكسر بعد الاستخدام. المناطق الخارجيه للسياره سواء كان بالباب او باي قطعه من قطع السياره، سواء كان بالصدام الامامي خلفي ابواب او بالرفارف، بالحاله الطبيعيه لاصلاح هيك اشياء سواء ذهبت على اي مكان يتم توجيهك لاصلاح كامل القطعه والصبغ وطلاء كامل القطعه من الحرف للحرف. بالحالة هاي في إصلاح موجود عندنا، بيتم إصلاحها فقط مكان التأدي، مطابقة اللون وإعادته كما كان سابقا. على الاستخدام اليومي والمشي في الخط بتتأثر بتتعرض للترميل والخدوش والأشعة البنفسجية، ممكن يتغير لون الضوء والبطل شفاف، تنعدم الرؤية فيه أو تنعدم وضوح الضوء فيه أثناء الليل. ممكن استخدامه وتصليحه بفروع ريبيرتو كير من خلال إزالة طبقة اللكم كامل، تصفية الطلاء مباشرة كامل، وإعادة طلاءه بطبقة حماية ضمان 5 سنوات. خدوش سطحية بسيطة أو دنت بسيط من خلال الترميل أو الحصى من القيادة اليومية للسيارة ممكن إخفاء أو معالجته في ريبيرتو كير. أيضا اصلاح الجنوط، عندنا قسم كامل لاصلاح الجنوط، خط انتاج كامل فينا نعتبره، اعتبارا من الخدوش السطحيه، الخدوش العميقه، الالتواءات، الكسر في الجنوط ممكن معالجتها، ممكن نشوفها بعد شوي نوضح لكم اياها مرئيا هون بالريبير. من الوجه الامامي ممكن معالجتها بالدايموند كات ماشين وصقل الواجهه الكامل واستعاده الشكل طبق الاصل اللي كان عليه، في حال كان الجنطه بيحتوي على طلاءين، طلاء من الداخل وكروم من الخارج، ممكن طلاء الجنط في خط الانتاج التابع للريبيرتو كير وسطر الوجه كما هو موضح في الاسفل مثل اللي شايفينه بالصوره هاي بالاعلى. هاي الالتواءات بتحصل في حال مطب او حفره او اي رصيف ممكن يتعرض الجنط بالطريقه هاي، ممكن استعادته واستعاده الدائره تبعه بشكل 95% تقريبا، وإعادة وزنية العجلة في عدة مراحل.
حسب يعني الحاجة في الجنب. الآلة اللي على اليمين هاي الاعتلاق رجله موصولة مع فلتر عفوا. الآلة اللي في الوسط هي اللي الآلة اللي نستعين فيها لإصلاح الطعج في الجنود مثل الصورة الثالثة سترايدنج. الآلة اللي جنبها اللي في الوسط آلة السنفرة هاي سندينج بحبيبات البلاستيك. هاي الحبيبات تعمل سنفرة لطلع العجلي كامل من جميع الأطراف 360 درجة بوقت سريع جدا وتستعيد الطبقة بشكل متساوي بعكس السنفرة بشكل يدوي أو منطقة كبيرة لصف السيارة. البين بوز هي عبارة عن فرن لطلع السيارة بورتبل متنقلة. ممكن تلاقي السيارة بهذا المكان باستخدام البين بوز مع الفلتريشن من دون اوفر سبراي من دون اي ضرر سواء كان على الاشخاص او على المكان. نقوم فيها حاليا بتاريخ 23 يناير بكره راح يتم افتتاح هذا الفرع وافتتاحه بوجودكم جميعا واهلا وسهلا فيكم. وفي الرياض فرعنا الثاني راح يكون ب 23 مارس يتم افتتاحه حاليا يتم التحضير له. وفي مدينه الخبر ايضا ب 23 ابريل راح يتم افتتاح كمان فرعنا الثالث في المملكة لنغطي المدن الرئيسية بكامل المملكة. الهدف من سمارت ريبير وريبير تو كير بالحالة الطبيعية أي شخص كان بده يحصل عنده أي دمج بالسيارة سواء داخلي أو خارجي يتوجه على المنطقة الصناعية يتوجه على الأماكن مش متعودين عليها يعني حاليا بقى نرفع الليفل الإصلاح بطريقة أنيقة. هناك باركود متواجد على جميع الطاولات من خلال هذا الباركود يمكن التعرف على جميع المواد الخاصة بريبيرتو كير. توجد هناك صور وفيديوهات والأخبار الصحفية يمكن الاستفادة منها لاحقا. أجمل شيء في الإيفنت شرح طريقة العمل على أرض الواقع. فمثلا عندنا الطبلون هذا في له ضرر فبيشرح لنا إن شاء الله طريقة الإصلاح. عشان الهواء اوكي تحطها هون بيكون سائل اوكي بتطبقها على الطبلون حلو اوكي بعدين بتطبقها هيك لانه بيكون سيليكون اوكي بتشيله لمده دقيقه حلو ليعمل لك ادراج اوكي هي هذه دقيقه. انا على بالي هذه قطعه انت تحطونها لا لا هي تكون سائله بعدين تنشف وتسوي النكشه عشان تاخذ شكل السطح. اوكي طيب بعدين اذا كان الثقب هون لوك هذا ضرر ايوه اوكي بعدين في البيجل تمام البيجل هذا جل شفاف صوري ما عندنا وقت عشان اللي. ايوه تملاه هون يعني بالطريقه هذه يملاه التقني عندنا بالطريقه هيك ايوه بيعمل له مسح عشان يعمل له سطح توازن ايوه اكزاكتلي بعدين يكون السطح مستوي اكزاكتلي بعدين عندنا كولر للبلاستيك حلو بنعمل له ميجرين اوراق الميجرين وهي موجوده لما أوه. تجد يعني اللون المطابق مثل هيك 4723 عندنا الوان مرقمه اوكي بتجيبه بتحطه على الطابلون مباشره حلو يعني اللون يكون مقارب. طيب لو ابغى لون 100% ممكن تخلط اللون ما بنحطه 100% يصير تجيب اقرب لون اقرب لون ايه اقرب لون الحين هذا كان دمج مثلها ايوه وهي الريزلت تمام هذه بعدين لما بتحطها هين بتحط عليها هلا سوري هاد بتحطه هون اوكي اوكي بعدين بتحط التلوين بتحطه كمان بيعطيك النتيجه ايوه طيب واذا كان جلد هذا لام بلاستيك اذا كان جلد برضه نفس التصليح هذا الجلد الجلد هذا اللي صلحتوه كان اوريدي دامج ايوه ذا ريزلت واو ما شاء الله مره مو باين في الجلد خاصه لك. ايوه هذه ماده حطيناها فيلر مادة اسفنجية كذا تقريبا زي الحشوة سائلة ولما تنشف تصير زي الحشوة هذا بتحطه للدعم ايوه لما بيكون على السلك بتدخل هيك بتحطه للدعم هون ايوه بعدين بتعمل كأنه غراء. طب والملمس الملمس كله مثل بعض ما حيكون 100% ايوه عشان بيشوف المشاهد لوك نعمل لك دمج عادي هال ايوه زي اسفنجة كده صح؟ exactly. ما هو قاس يعني فتاخذ نفس ملمس الجلد الناعم exactly. هذا الفكرة exactly. هذا صح. يعني عملناه الآن لهذا كان لين شوي بس لما بتحطه على 24 ساعة
يعني ما بتعمل عليها 24 ساعة بالسيرفر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في فرع ريبيرتي كير في قسم اللاين تعديل الجنوط. جميل. الماكينة الأولى هاي من أجل تسوية الدمج، لما يكون الدمج يعني في انعواج أو انبعاج بالجنوط على 10 سنتيمتر، أكثر من 10 سنتيمتر ما بنسويها. هاي للسيفتي. أوكي. هاي للسيفتي. أوكي. طريقة العمل، ديناميكية العمل، هون في مغناطيس بنحطه هون، نعمل له تعديل. أوكي. وبنعمل على الجنط يدويا. أوكي. إذا سمعنا احتكاك معناتها هذا الجنط في اعوجاج. أوكي. هون. بعدين بنروح على المساحة اللي قبل أو بعد الجنط، بنستعمل هيدروليك. حط له هيدروليك. وفي مقاسات متعددة، المقاسات هون. طب إيش فائدة القطعة هذه؟ القطعة هذه عشان تعمل لك مساحة أكبر هون. أوكي. لما بتحطها وبتعمل لك تسوية أحسن. أوكي. بتلامس جميع السطح. حلو. ليش قلنا 10 سنتيمتر؟ لأنه هاي بتعطيك 8، مع الضغط بيكون على الجوانب سنتيمتر سنتيمتر، بتعطيك 10 سنتيمتر. تمام. أوكي. لما بتصلح الدمج لما يكون منخفض بتصعده، بعدين تم المقاس هاي. أوكي. بتعيد من جديد يدويا، بعد التعديل بتنزل وتعدل. بالطريقة هذه. بتنزل تعدل حتى تحصل على أحسن نتيجة. أوكي. الجهاز الثاني، اوكي، هذا الجهاز كله بنعمل صنفرة داخلية مع الفلتر، معناتها ما حيكون فيه غبار او شيء، لانه هالصنفرة عن طريق الرمل. اوكي. وفي انواع من الرمل حسب دمج الجنط. طيب. بنجي هون. اوكي. برش حيعمل صوت. اوكي. اوكي، مو مشكلة. يا ساتر. اوكي. Don't worry. I'm with you. دخل ايدك هون. الجلابس هاي 100% للحماية. بتحط الجنط هون. هاد للسندن. وفي هون اسفل اكسلريشن. تبع ايش؟ هذا للضغط. اوكي. اوكي. سي؟ هذا قاعد تنفخ ايش دحين، هواء ولا رمل؟ رمل. اوكي. مع الهواء. مع رمل مع الهواء. اكزاكتلي. هون. صنفرة في الجنط الواحد مع الجهد اليدوي. هياخذ منك يعني نصف ساعة. اوه. وتعب. تمام. احنا الكاستمر لما بيجي يعني حنعطيه وقت اقل. حلو. اوكي، تعمل صنفرة هون. تمام. تيجي على ماكينة القطع الماسي. اوكي. اوكي، قطع الماسي ليش؟ إذا عملت زوم هون حتلاقي شكل دايموند. اوكي؟ تمام، الراس ايوه. اكزاكتلي. طيب. مع لايزر لاخذ المقاسات. حلو. أوكي. كل شيء بالكمبيوتر. اكزاكتلي. هون على الشاشه على السكرين. اوكي. حلو. بتشتغل الحين، ما بنشتغل عليها لانها اوريدي اشتغلت ونزلت. ايوه تمام. اوكي، بس هاي النتيجه كانت بلاك. بعدين تحب نعطيك الفيديو كيف كانت بلاك. حلو. وشلنا البينت المتضرر وبعض الاضرار، بتعملها فاين هيك. طيب سؤال الان. yeah. الان اللون الاسود هذا، اوكي، بعد الخرط ولا قبل؟ ممكن تستعمل طريقتين، ممكن تلون الجنط. أيوة. وبعدين تعمل دايموند. طيب فين التلوين؟ عشان تعمل التلوين. أيوة. في هون يعني في حال ابغى لون معين يصير هنا التلوين. اول شيء التلوين يصير هون، بتحط هون. هذا رف بتحط عليه الجنط. بتيجي هون من الاسفل بتلاقي فلتريشن. اوكي. هذا الفلتريشن لما بتفلتر مواد كيميكال. اوكي، يعني انت لما ترش البويه، البويه تنسحب ما ترجع لك. اكزاكتلي. هون وتدخل للفلاتر. هون لوك تشينج يالو جرين. جرين از دراين. اوكي. فنفس الوقت يجفف الجنب ويسحب الهواء. يا سلام. بتشوف هون التحضير. ايوه. لو في حال ابغى لون معين للجنب يصير ارش الجنط هنا، بعد ما اخلص الرش يصير لو ابغى مثلا كروم بارس محدد بالكروم يصير اجيب الماكينه هذه ابرز الكروم. هون نقدر بنحط الكلير كوت اللي هو طبقه حمايه اللي هو اللكر. اكزاكتلي. بتخليه وبتعطوه ضمان. اكزاكتلي. هاي من اجل الطلاء.
يعني اذا كان عندك دمج بالسياره صغير اوكي، ليش بتدخلها في فرن كبير تاخذ مساحه اوكي ويصير في تراب اكثر؟ ايوه صحيح. هاي بتعمل تغليف على السياره اوكي على الجزئيه اللي انت بترش فيها بالضبط، وتدخل يدك من هنا وتدخل يدك وتوصله هون مع الفتحه هاي. ايوه هذا اللي يشفط الهواء، يشفط الهواء ويعمل لك تجفيف، يعمل لك ابريد. يا سلام. بتدخل ايدك هون والجو هاد كله يصير كلير. حلو. هون تقدر يعني تشوف هيك. ايوه تشوف بوتل هيك ايفريثينج، وصار الرش نظيف. بالضبط. عندك ناب هون بتحطه هيك، بتدخل ايدك اوكي. حلو. واوف كورس يعني لازم تكون بروفيشنال، تلبس جلافز. ايوه تعمل بيت. حلو حلو. شركة سايروكس، سايروكس سيستم من اكسلان. ايش صناعة الشركة هذه؟ من اي دولة؟ جيرماني. اوكي شركة المانية يعني دهانات المانية. هذا السيستم تابع اش بي سي. اوكي انا ما عندي خبرة في الدهانات كثير، فلو تعطيني فكرة. هذا يعني باذن الله هذا ووتر بيس اللي هو الدهان المائي. دهان مائي. ايوه هذا حيكون ان شاء الله اكثر مطابقة. حلو باذن الله. ايوه يعني وبيعطيك نتيجة احسن. والهاد الدهانات كلها هاي مع المواد الكلير ايفريثينج بتستخدمها هالجهاز. هذا جهاز معروف يعني في السوق بس هذا مطور. هذا تبع ايش؟ هذا بياخذ لك مقاس اللون. اوكي اوكي طبقة اللون يعني درجة اللون بلا صح. وبيعطيك المصنع، نوعية المصنع، الطلاء، شو بدك من الطلاء. اوكي هون انستونزن بليز. بتحط على البادي السيارة اوكي. اذا كانت دمج هون بتيجي هون ميجرين وان، بتشيل ايدك هون ميجر تو ذيس 343 سامبل 25. حلو. الفكرة او الفائدة من الحركة هذه يعني انك انت تطابق اللون بنسبة يعني اقرب نسبة ممكن. الكمبيوتر بيعطيك الخلطة مثلا من اللون هذا، حط كمية كذا من اللون هذا، حط كمية كذا، يصير تسوي الخلطة طلع النتيجة هذه. اكزاكتلي. ومع تجربتك يعني هذا الاكسبيرينس جايز، لما بتشوف الدمج بتعرف كم حتاخذ، 200 جرام 300 جرام. صحيح. انت اللي كل عليك انك تكتب الكمية اللي بتحتاجها وهو بيعطيك المقاييس بالتالي. يا سلام، كلام جميل. ما شاء الله تبارك الله، مركز متكامل، واهم شيء كل شيء بالتقنية بالكمبيوترات. وغير كذا المفاجأة السعر، اصبر علي انا راح ازورهم واسوي بعض الخدمات لسيارتي وحقول لكم اسعارهم، ترى جدا مناسبة مقابل الشغل اللي انتم شايفين. مرة لا تروحوا بعيد لان اسعارهم حيناسبكم.